مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى المناظرات التلفزية الخاصة بالانتخابات التشريعية، وهذه أهم قواعدها العامة وضوابطها المهنية. جميع إجراءات تنظيم هذه المناظرة خضع إلى القرعة، تأسيسا على الفصلين 13 من القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، واعتمادا على الملحق الخاص بهذا القرار بما في ذلك توزيع ممثلي القائمات على المناظرات الثلاث وعلى المقاعد أمام الكاميرا. لا يمكن للقائمات الحزبية والقائمات الائتلافية أن تشارك إلا مرة واحدة في المناظرات الثلاث، وذلك لفتح المجال أمام أكثر نسبة من التمثيلية. تنقسم المناظرة إلى ثلاثة محاور، يتعلق المحور الأول بالمسائل الاجتماعية والتربوية والصحية، أما المحور الثاني فيتعلق بالمسائل التنموية والاقتصادية والمالية عمومية، والمحور الثالث يتعلق بالجوانب الجهوية. ينقسم كل محور إلى سؤال مشترك يوجه لكل المترشحين، وسؤال لكل مترشح يكون مشفوعا بسؤال تفاعلي من الصحفي المحاور. يفسح المجال في آخر كل محور للتناظر بين ثلاثة مترشحين على موضوع محدد. قبل نهاية الحصة سيتم توجيه سؤال التالي لكل المترشحين: لو كنت في كتلة برلمانية، ما هي أولى المبادرات التي تتقدم بها في أول 99 يوم لكي تحت قبة البرلمان؟ وطبعا الصحفيون المحاورون ملتزمون بالحياد في طريقة طرح الأسئلة وإدارة الحوار. خصص وقت مدة 90 ثانية لكل مترشح للإجابة عن كل سؤال، ودقيقة واحدة أثناء التناظر الثلاثي. وفي صورة عدم استغلال الوقت المخصص لكل مترشح فإنه لا يتم احتساب الوقت المتبقي من المدة الجملية للمشاركة في المناظرة. كانت هذه القواعد العامة والضوابط المهنية للمناظرة التشريعية.